عن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن افتراءات عضو سابق في مجلس النواب على الإسلام واستهدافه مدينة الموصل. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول القسم الإعلامي في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري. أستاذ معاذ، بداية مرحبا بك. تتزايد أسهم الكارهين للإسلام والنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة الأخيرة. بداية، إلى ما ترجع هذه الهجمة على الإسلام ومقدسات الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حياكم الله وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا بكم. وسيدي، في بداية الأمر علينا أن نقف عند حقيقة يعلمها الغرب جيدا. كشفت توقعات مركز بيو الأمريكي للأبحاث عن جانب منها قبل بضع سنين. خلاصتها أن النسبة التقديرية للنمو في حجم السكان بين أتباع الأديان بين عامي 2015 و2060 تشهد ارتفاعا بنسبة تزيد عن 70% بين المسلمين بمتوسط عمري يقدر بنحو 24 عاما. ومن مخرجات ذلك أنه بحلول العام 2060 سيكون الإسلام في صدارة الأديان المعتنقة على مستوى العالم، وسيكون الجيل الشاب في هذه الحقبة جيلا مسلما في أغلب مجتمعات الأرض. إذا ما ربطنا بين الحرب العامة والشاملة على الإسلام منذ قرون خلت والتي يسميها المفكرون الغارة على العالم الإسلامي، إذا ما ربطنا بينها وبين التطورات الجديدة على مدى السنوات العشر الماضية على سبيل المثال، لا نجد شيئا جديدا سوى أن الإسلام بعقيدته وشريعته ونظامه بقدر ما هو ملاذ وأمن وعدل للناس أجمعين بقدر ما يشكل خطرا حقيقيا على الأنظمة المتحكمة بالعالم وما تسمى الدول العظمى التي لا يوقفها عن استنزاف مقدرات الأرض واستعباد الشعوب وإفشاء الطغيان إلا الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي يرتبط بالحياة ويوظف كل جوانبها لعبودية الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هذا المنهج هو السبيل المفضي إلى قطع أيدي الطواغيت من التحكم بالعالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا وغير ذلك. لهذا تأتي مساعي تشويه الإسلام والإساءة إليه وإلى نبيه عليه الصلاة والسلام وإلى معتنقيه ومقدساته وكل ما يرتبط به، تأتي بوصفها محاولات لصناعة الكراهية والتمادي في شيطنة المسلمين بهدف إقصائهم وإزاحتهم عن الحياة. ازدادت هذه الإساءات أستاذ معاذ في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. هذه الظاهرة تزداد أيضا منذ الاحتلال وحتى الآن رغم تبشير المحتل بدستور يحمي حرية الاعتقاد. كيف ترى إساءة النائب السابق جوزيف أصليوة يعني تحديدا للإسلام والمسلمين متمثلا بأهالي الموصل واتهامهم بالتطرف والانتماء لداعش؟ الحقيقة هذا الشخص المسيء للإسلام وتاريخ المسلمين وفتوحاتهم والذي ينطلق من الدوافع ذاتها التي تنطلق منها العملية السياسية الطائفية في العراق هو في الحقيقة متواطئ مع الميليشيات الولائية التي اغتصبت أملاك المسيحيين في الموصل وما تزال تحضر عليهم العودة إلى مدينتهم. بدلا من أن يبحث عن وسائل تمكنه من الجرأة في توصيف المجرمين وفضح انتهاكاتهم، راح بكل وقاحة يستورد إساءات سبقه بها كثيرون حاولوا الإساءة بهذه الطريقة وربما بطرق أكثر احترافية منه، فانتهى الحال بهم محتجزين في دوائر النكرات. أنا هنا أود أن تسمح لي أن أعود بك إلى حقيقة فيما يتعلق بسؤالك. ذكرت أن الاحتلال الأمريكي بشر بدستور يحمي حرية الاعتقاد وما إلى ذلك. أقول لك أن الاحتلال الأمريكي جاء إلى العراق وهو يرفع شعار الحرب الصليبية المعادية صراحة للإسلام، ولا يمكن لعراقيين أو مسلم أن ينسى تصريحات بوش الابن في هذا الشأن التي فضحها البرنامج الوثائقي الشهير على شبكة بي بي سي البريطانية أواخر العام 2005 الذي قال إن الرب طلب منه اجتياح العراق وأفغانستان، والشواهد على ذلك كثيرة. يعني كلنا وثق وأدرك كيف أن المشروع الأمريكي الاحتلالي في العراق بشقيه العسكري والسياسي اعتدى على حرمة المساجد والمصاحف ورسم الصليب على المصاحف بعد تدنيس حرمتها وحرقها وما إلى ذلك. الخلاصة أن الاحتلال الأمريكي للعراق هو خطوة مرحلية من مشروع الغارة على العالم الإسلامي، وكل ما يتصل به وبمشروعه من عمل سياسي أو حراك عسكري أو سلوك دبلوماسي إنما هو شريك له في هذه الحرب التي تستهدف الإسلام وأهله سواء بوجودهم أو بعقيدتهم أو تراثهم وأوطانهم. وما تصريحات هذا الشخص إلا جزء
من هذا المشروع الذي تمثله العملية السياسية في شكلها الحالي. أهل الموصل تحديدا أستاذ معاذ هم مستهدفون من الميليشيات الولائية، هذه الاتهامات التي وجهها صليوة إلى أهالي الموصل كيف ستؤثر على حياتهم؟ أهل الموصل الكرام وكافة العراقيين ذو تاريخ وتراث أصيل تجمعهم قيم ومبادئ وأصول وحقائق، وفضلا عن ذلك كله فإنهم حريصون جدا على إسلامهم، يدافعون عنه ويعيشون في أفيائه في محبة ووئام مع كل الطوائف والأعراق. بالمناسبة هنا يعني بمناسبة أهل الموصل أود أن أذكر المشاهدين الكرام بأنه في تموز سنة 2017 قالت بطريقية الكلدان في العراق والعالم أن النائب جوزيف صليوة لا يمثل المكون المسيحي ولا يشرفهم، وأنه صاحب تصريحات غير متزنة ومتهورة وتفتقر إلى اللياقة وإلى المسؤولية. فبداية أهل الموصل يعرفون جيدا من الذي يتحدث ومن الذي يؤخذ بكلامه بنظر الاعتبار ومن لا يؤخذ. فهذا النكرة بالنسبة لأهل الموصل لا يمثل شيئا، لأن الذي ينظر إلى تاريخ الموصل وأصالة أهلها وعشائرها ومجتمعها المتنوع المتحضر يدرك أن تصريحات من هذا النوع لن يكون لها تأثير على الموصليين ولا على نمط حياتهم، ليس فقط لأنها تصريحات هلامية يبتغي صاحبها الظهور والتسلق، بل لأن الموصليين أنفسهم والعراقيين بشكل عام أوعى وأكمل عقلا ونضجا من أن يصدقوا تفاهات صدرت عمن كذب عليهم سابقا ووعد بإنجازات ومشاريع حينما كان نائبا فلم يفي بشيء بعدما تسلق على ظهور ناخبه، فكيف يصدقونه اليوم أو يصفون تصريحاته بالاعتبار والمصداقية؟ من عمان المسؤول القسم الإعلامي في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.